بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى وللحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، فان الله تعالى حل النكاح وندب اليه وهم الصفه وعلى عليه. فقال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فقال: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فقال: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للبد، ومن لم يستطع عليه بصوم فانه له وجاء. فقال: تزوج النساء فانها تلك بالماء، فاعتبروا يا اولي الابصار لعلكم ترهمون. Baiklah, langsung saja kita masuki acara yang kau ini. Aku sebintu mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah bersifat kita ampun. Mudah-mudahan bisa kita diampuni dan jejak kau ini berjalan dengan lancar. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sebelumnya ikuti apa yang Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم اجعل هذا الأرض مباركا وارحمها واجعل بينهما ألفة وأمة
إبراهيم وإسحاق وأهل بيتهما كما علمت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأهل بيتهما كما علمت النبي وفاطمة الزهراء اللهم انصر مرادهما وانصر من لاقهما واعطهما ولدنا لمن صالحا وارزقهما رزقا واسعا يا رب العالمين بارك الله لك وبارك عليكما جمع بينكما في الخير دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعوهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Yeah.